بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome again. ونواصل هنا في شرح الشابتر الثاني بلوك دياجرام ريدكشن تكنيك اند سيجنال فلو جرافس من مقرر التحكم الالي. ونواصل مع التقنيات والاليات لاختصار البلوكات. وهنا عندي موفينج برانش بوينت تو بي هيد بلوك، يعني عندي برانش بوينت هي افتر بلوك، وي وونت تو موف ذيس بوينت تو بي هيد بلوك، تصبح بهذه الطريقه. فهنا إشارة السي أو بس لازم تكون مضروبة في الجي أو بس، لأنه بكل بساطة هنا أولا هذا السي يساوي، يعني هو بكل بساطة R تايم جي، وبالنسبة للسي هنا نفس الشيء هو R تايم جي، وبنفس الـ 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 وبنفس يعني الطريقة هنا السي إيكوال تو R تايم جي، وهذا السي يساوي نفس الشيء هو R، الإشارة R مضروبة في الجي. يعني إذا حولنا بيك اوف بوينت والا برانش بوينت من ما بعد الى ما قبل، لابد ان نضرب الاشاره هذه السي او اس في البلوك جي لايك ذس. النقطه المواليه بيرميتيشن اوف سامينج بوينتس، يعني هنا عندي تو سامينج بوينت، يعني عندي مجمعين، المجمع الاول تدخل فيه الار1 والار2، يعني يجمع الاشاره ار1 والار2، والمجمع الثاني يجمع ما جميع الـ R1 مع الـ R2 نسميه X مثلا والـ R3. هنا بكل بساطة لا ممكن أن ممكن التحويل، يعني تصبح المجمع الأول يكون الانبوت حقه R1 and R3 أدخلها في الأول، وهذه الـ R2 أجيبها للمجمع الثاني، تصبح عندي R2 like this، لأنه في النهاية الأوتبوت سيكون نفسه. هنا هو بكل بساطة R1 plus R2 plus R3 في الحالة الأولى، ونفس الشيء في الحالة الثانية الـ output C of S هو R1 plus R3 plus R2، يعني R1 plus R3 plus بعدين R3، يعني نفس الـ output. للخلاصة عندنا هذا الجدول ويعطينا يعني تلخيص لكل الحالات التي سبق وقد شرحناها، وهي combining block in cascade, combining block in parallel or eliminating forward loop, moving a pick of point, moving a pick of point to be ahead block, moving a summing point to be behind the block and moving a summing point to be block. هذا يعني يعني الوضع الأول، وهذا بلوك الاختصار، وهذا الاوتبوت. اوكي، مثلا ناخذ الحاله الخامسه، هذه عندي يعني يو 1 اند يو 2 والبلوك جي، هذا الرول خمسه هو موفينج السامينج بوينت تو بي بيهاند بلوك، يعني السامينج بوينت يصبح بعد البلوك لايك ذس. وهنا يعني الاي الاوتبوت هي تصبح جي يو 1 مضروب في اليو 2. وهنا يعني هذا الجدول هو تلخيص لكل يعني لكل الحالات، لكل الحالات التي سنستعملها لاحقا ان شاء الله في بعض التطبيقات. ففي الشرح القادمة سنحاول ان نطبق هذه الرولات من 1 إلى 6 والتي سبق وان شرحناها في كل مرة على اكزامبل معين بكل تدقيق وبكل يعني خطوات. Thank you very much.